السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يومياتي في أمريكا. بمناسبة العيد إن شاء الله يا ربي تبلغنا عرفات تبلغنا العيد، بغيت ندير معكم واحد الأنواع ديال الأرز كيتمشاو مع المشاوي. دابا نيت كاين اللحم، كنشويو اللحم، كنشويو الدجاج، كنشويو حتى السمك، يعني كيرافقوا جميع أنواع اللحوم. شنو بغيت ندير معكم اليوم؟ بغيت ندير معكم الأرز. كتعرفوا بأن الأرز فكياكلوه بزاف الناس في العالم كامل، فبغيت ندير معكم الرز الوان وبنسمات مختلفين. وصفه اللي زوينه وغادي تعجبكم، وحتى كاع الا كليتو الرز بلا لحم، بلا دجاج، بلا سمك، غادي يعجبكم، المذاق ديالو كيجي زوين. فغادي نبدا معكم باول، غنمشي معكم بلون بلون باش ما نرولكمش ونعطيكم بزاف ديال المقادير في خطره واحده. مهم عندي هنايا انايا، نتوما ديروا قياسكم. انا غندير نص كاس ديال الرز. هاد الرز خصو يتغسل مزيان، تعرفوه كيطلق النشا وداكشي، غسلوه مزيان حتى الماء يولي صافي وخليوه ينشف. هذه اول حاجه. غادي ناخذو شي شويه ديال الثومه، غادي نحتاجو شي شويه ديال البصله غنشحروها مع الزيت البلديه، زيت الزيتون. وغادي نحتاجو، انا عندي هنايا الربيع بنوعيه يعني، وعندي الكرافس. كنت لكم عندي الكرافس انواع. الكرافس زعما هاد هنا عندنا الكرافس هكا دايره كتكون، وعندنا عندي هنايا القزبر والمعدنوس. تقدروا تزيدوا الفلفله خضراء، تقدروا تزيدوا عرفتوا داك الربيع اللي كيكون في السباس، حتى هو كيجي رائع والمذاق كيجي زوين. انا الفلفله خضراء ما عنديش، والبسباس الربيع ديال البسباس ما عنديش. غادي ندير غنكتفي غير بهاد جوج الوان، ولكن نتوما تقدروا تزيدوهم كيجيو رائعين حتى المذاق كيجي زوين. صافي غنمشي معكم خطوه خطوه، ما بغيتش نطول لكم الفيديو حيت غادي ندير لكم كل رز بوحديته زعما فقره باش ما نطولش الفيديو، فغندوز مباشره للطريقه. غادي نبدا معكم الوصفه. شعلت على البوطه، غادي نديروا فيها زيت الزيتون. بغيتو ديرو زيت العادية ممكن ديرو زيت العادية، أنا غادي ندير زيت الزيتون. أوكي، غادي نديرو شوية ديال الثوم، ندير شوية ديال الثوم قياس نتوما غديرو قياس بس ديال، أنا حيت عندي نص كاس ديال الرز فغادي نمشي على حساب قياسي. وغادي ناخد شوية ديال البصلة غادي نديرها تشحرت هي هنايا، وتنسم لينا أو ميم طو غادي تنسم لينا الرز. غادي نخليها تشحر شويه هنايا هذه البصله. هادو غادي نطحنهم في مولينيكس، غادي يوليو عندنا عصير عصير، يعني تطحن مزيان تيولي عصير، وهي اللي غادي نخدم بها في الرز اللي لونه خضر هو الاول. غادي نخلي هاد البصله ديالي تشحر وتطيح ونرجع معاكم. كما كتشوفوا معايا هبطات معايا البصله هذه. غادي نهبط بهذا الرز. الرز البنات خصكم ما ديروه هنايا بحال غتصوطيوه، تصوطيوه يعني تصوطيوه في هذه الزويته يتصوطى، باش ملي تزيدوا عليه سميتو كيكون هو بحال تحمر. غادي تزيدوا عليه هذاك العصير الخضر ديال الربيع مع الفلفله مع اي حاجه شفتوها لونها خضر. انا غادي نخليه يتحمر شويه وغادي نرجع معكم. هانتوما البنات منين طحنتو، دابا غادي نزيدو هذا الرز تشحر، غادي نزيد هاد الميت ديالنا. غادي يبدا يشرب. المهم نتوما كل واحد عارف الارز او الرز ديالو كيفاش القياس فاش كيطيب. في هاد المرحله غادي نزيد انا شو شويه ديال البزار، غادي ندير قياسنا ديال الملح. المهم كل واحد يدير قياسو ديال الملح. غنبقى نحركو فيه حتى غيشرب لينا هاد الماء هذا. من بعد ملي غيشرب لينا البنات الماء غادي تزيدوا القياس الماء، القياس ديال الماء الكافي باش يطيب لكم الرز ديالو. انا بصراحه ما غاديش نقول لكم كاس ديروا فيه جوج كيسان ديال الماء. انا اش كندير؟ كنغطي الرز ديالي ملي كندبا الرز، غادي ملي غيشرب لي هذا الماء كامل غادي نغطي عليه بالماء وغنسد عليه. دوز 10 دقائق غنحل عليه، غادي نحركو وغادي نحركو هكا كامل وغنعاود نسد عليه. هذاك البخار كيكمل الطياب ديالو، يعني 10 دقائق عاوتاني واحده اخرى هو البطاطا فيها كيكون طاب.
نتمنى تكونوا فهمتوني. غادي نخليه يتشحر هنايا حتى ما يبقاش الماء. غادي نزيد الماء حتى نغطي راه بنفس الطريقه، حيت انا مبغيتش نطول عليكم الفيديو. نفس الطريقه ديال هذا الروز خضر هي بنفس الطريقه ندير في الالوان الاخرين. كما كتشوفوا معايا دابا ها هو هذا الماء ما غاديش يبقى لاي ماء هنايا، غادي يتشرب ليا. غادي نزيد عليه الماء الكافي باش يطيب. انا شنو كندير قياسي ديال الروز شحال ما درت ديال الروز الماء فاش غيطيب، غادي غير نغطي الروز شحال ما غطيته بالماء، غير ما يتغطى ليا الروز غادي نسد عليه. منين غادي نسد عليه غنحط 17 دقائق غنعاود نحل عليه غنحركو. سمحوا لي كنعاود غير باش من هاد المراحل كاملين ما نعاودش لكم في جميع الالوان ديال الروز. غنحركو وكل وحده والروز اللي عندها وكل وحده والروز اللي هذا. انا عندي هذا ديال بسماتي، مهم خصو يكون الروز مزيان ماشي يكون داك الروز اللي كيطيب عندنا في المغرب مهرس. لا كما شفتوا دابا غادي نزيد الماء اللي غطى ليا الروز. شفتوا الماء معايا ما بقاش. دونك هنا اش غادي ندير؟ غادي ندير الروز اللي غيغطي ليا، اسمحوا لي الماء اللي غيغطي ليا الروز، الماء اللي غيغطي ليا الروز صافي. وغنسد عليه 10 دقائق. ملي غدوز 10 دقائق غادي نحل عليه، غادي نطفي البوطه وغنحركو وغنعاود نرجع عليه الغطاء. هذاك البخار غيكمل هو الطياب فيه، يعني 10 دقائق ديال الطياب، ومن مورا ملي نحل عليه ونحركو انا غير نسد عليه 10 دقائق صافي وغادي نخليه. نتمنى تكونوا فهمتوني. نفس الطريقه غنديرها مع جميع الانواع. داكشي باش ما بغيتش نبقى نطول عليكم في الهضره، ان شاء الله نتلاقى معكم منين يطيب. دازت 10 دقائق، بغيت نوريكم كيفاش باش نوريكم طريقتي. شتي دابا هانتوما كما كتشوفوا غادي نحركو وغادي نطفي عليه البوطه وغادي نعاود نغطيه ونخليه هكا حتى نعاود نرجع ليه صافي 10 دقائق. رجعت معكم باش غادي نقول لكم عاوتاني نفس القياس. عندي نص كاس ديال الروز هنايا، غادي نستعمل خيزو وغنستعمل الفلفله هذه لونها برتقالي، وغنستعمل الفلفله اللي لونها احمر باش يعطوني اللون برتقالي. غادي ناخذ بنفس الطريقه، غادي ندير شويه ديال البصله وشويه ديال الثومه، غادي نشحرهم مع زيت الزيتون. غادي نحتاجو الفلفل الاسود، غادي نحتاجو الملح، وغادي نحتاجو هذه البابريكا حلوه. البابريكا حلوه، وغادي نسيت غادي ندير قبيصه ديال الملح غير باش تكسر ليا المذاق ديال التحميره مع هادو وصافي. هادشي اللي كاين. نتوما الا بغيتو تزيدو حتى يعني معلقه ديال الطماطم المعجونه، انا ما بغيتش نزيدها دابا ما بغيتش نديرها، مي حتى هي كدار الا بغيتو ديروها ممكن تضيفوها كتزيد حتى هي اللون ديال سميتو. انا حيت عندي هادو ما بغيتش نزيد هادو صافي بنفس الطريقه صافي. ان شاء الله غادي نبدا معكم بنفس الطريقه. غادي ندير الزيت، غادي ندير البصله، غادي ندير الثومه، وغادي نزيد الرز ديالي يتشحروا بعدا، عاد غادي نزيد عليهم الرز حتى هو يتشحر. منين غادي يتشحر غادي نهبط بالعصير ديال الخيزو مع الفلفله مع اي سمكه تزيدوها راه كتنسم الرز البنات. غادي نشحرهم ونرجع معكم عاوتاني ان شاء الله. تحمرات ليا هذه الفتله وسميتو الثومه، هذه خيزو الفتله اللي كنا درنا. الى بان لكم كثار ماشي ضروري ديروه كامل، ها انتما شفتو اللون. خيزو اصلا الا درتوه مع الرز راه كي انا باش نطول الفيديو غادي نخليهم يتشحروا حتى ما يبقاش الماء، وغادي نزيد الروز يتشحر معاهم بنفس الطريقه، يتشحر معاهم حتى ما يبقاش فيه الماء، وغادي نزيد فيه قياس الماء ونسد عليه حتى يطيب. منين يطيب غادي نحركو مزيان ونعاود نرد عليه الغطاء ديالو واحد 10 دقائق ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. عاوتاني هذا الروز لونه اصفر كما كتشوفوا. بغيت نقدم لكم المقادير ديالو زعما شنو غندير فيه. عندنا نص كاس ديال الرز، الثومه شويه ديال الثومه، شويه ديال البصله، غيكون عندي الفلفل الاصفر غادي نطحنو
تولي عصير، غادي نحتاجو زيت الزيتون اللي غيعطينا اللون، غادي نحتاجو شويه ديال الكاري. عرفتوا هاد العطيه ديال الكاري اللي كيديروها الهنود؟ غير ما تستعملوش بزاف، شويه حيت الا كثرتو غادي تعطي المراره. غادي نحتاج الخرقوم ديالنا، هذا معليش واخا تكثروا منه اصلا صحي صافي. وغادي نحتاجو الزنجبيل ديالنا وطبيعه الحال الملح والبزار كيف اللوني. عاوتاني رجعت معكم. اخر رز عندنا هو هذا الاصفر. هذا الرز الاصفر راه كيجي مع الخضر، اللي بغيتي تزيدوا عليه الخضر، بغيتي تزيدوا عليه منين يطيب تزيدوا عليه اللوز، الصنوبر، اي حاجه عندكم كيجي معاها زوين مع الخضر كاملين. وكيتمشى هو بزاف الاصفر، كنستعملوه بزاف. نفس الطريقه البنات، غادي نشحر البصله والثومه وغنزل بها، غندير الرز تشحر معاهم. ملي غيتشحر الرز غادي ننزل عليه بهذا بهذه الفلفله الصفراء والخرقوم والكاري، شويه الملح شويه البزار ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي نسد عليه عاوتاني ب 10 دقائق حتى نرجع معكم ان شاء الله التقرير النهائي كل الرز كيفاش جا اللون ديالو. صافي الرز كما كتشوفوا تشحر ليا، غادي نزيد هذا ديال الفلفله الصفراء اللون كيفاش دار. غادي نزيد شويه ديال هذا الخرقوم، الخرقوم كيزيد تاهو كيعطي اللون مزيان، يعني متخافوش وقت ديرو هو اصلا مذاقو، يعني ماشي الكاري اللي ديرو منه غير شي شويش تاهو كيعطي اللون، ولكن متكتروش منو حيت كيمرر الماكلة. شويه كيزيد الماكلة و غادي ندير البزار. صافي غادي نحرك غير يشرب ليا هاد الماء اللي كتشوفو هنايا، يشرب الماء ما يبقاش. غادي ندير الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه، وغادي نسد عليه 10 دقائق غيكون واجد. غادي نحركو وغادي نعاود نسد عليه، نطفي البوطة، داك البخار كيرجع عليه وكيكمل طيب. صافي هذا ما كان، ان شاء الله نتلاقى معكم. صافي البنات كما كتشوفوا الرز ديالي وجد. كنتمنى تجربوه كيجي رائع، والالوان كما كتشوفوها وكل هاد الانواع ديال الرز راه تقدروا تزيدوا فيهم خضار، تقدروا تزيدوا مكسرات، يعني اي نوع من المكسرات كيجيو زوينين، وكلهم كيتمشاو مع اللحم، مع الدجاج، مع السمك، كيجيو رائعين. ومن باب يعني التغيير، ما نبقاوش ديما الرز بيض الرز بيض. ان شاء الله باقي ليا واحد الوصفه، غادي ندير لكم الرز الاسود مع الرز الابيض، حتى هو كيعطي اللون زوين وكيجي مختلف وكيجي مع الاطباق الاسيويه. صافي كنتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساونيش من تعليقاتكم. كنقول لكم عيدكم وعواشركم مباركه، والسلام عليكم في امان الله.